من العاصمة العراقية بغداد نحييكم مشاهدينا بأجمل وأرق تحية، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج الشارع العراقي. ضيفنا لهذا اليوم هو الدكتور حسن خلاطي النائب عن كتلة المواطن. بداية مرحبا بك دكتور في برنامج الشارع العراقي وعبر قناة التغيير الفضائية. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم، ونكون ضيوفا متكررين في هذا البرنامج إن شاء الله. دكتور نبدأ يعني من موقف تحالف القوى السنية اليوم بمقاطعتها لجلسات مجلس النواب، كيف تنظر لهذه المقاطعة؟ ثانيا هل تجد بها منفعة تعود للمكون السني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحيتي إليكم وإلى مشاهدي قناتكم وإلى أبناء شعبنا العراقي. الواقع اللي نعتقده أنه اليوم العملية السياسية بنيت على أساس مشاركة الجميع، جميع مكونات العملية السياسية حاضرة على هذا الأساس ووفق هذا المنهاج ووفق البرنامج الحكومي وثيقة التوافق السياسي تم تشكيل الحكومة وسارت العملية في ظل هذه الظروف الصعبة. نعم. اللي نعتقده أنه انسحاب أي مكون من المكونات السياسية من شأن أن يبعث رسالة سلبية ورسالة خاطئة يبعثها ذلك المكون إلى جماهيره، صحيح، ويبعثها إلى أبناء الشعب العراقي بشكل عام. اليوم احنا ظروفنا السياسية، ظروفنا الأمنية في وضع استثنائي تماما، وإذا قلنا عام 2015 هو عام استثنائي بكل المقاييس، ما مر سنة على الشعب العراقي وعلى العراق مثل نهاية مثل النصف الثاني من 2014 والآن في عام 2015. صحيح. تحديات أمنية خطيرة، ظروف اقتصادية صعبة، تحديات كبيرة، وحرب مستمرة، هي حرب حقيقية. اليوم احنا نحتاج الى الجميع، من نحتاج الى الخطوة الواحدة، نحتاج الى الطلقة الواحدة، نحتاج الى الصوت الواحد. اريد نقول للعالم احنا متوحدين، العالم وقف ويانا على اساس وحدة الصف بين المكونات السياسية. اللي اعتقده ينبغي علينا أن ما نوجه ضربة إلى وحدة الصف الوطني، بالتأكيد هكذا ضربة هي أولا وآخرا، نعلم أو لا نعلم، الذي يعلق مشاركته يعلم أو لا يعلم، هي تصب في مصلحة أعداء العراق. اليوم أعداء العراق حاولوا استهداف وحدة الصف الوطني من خلال سلسلة أحداث وسلسلة إجراءات خبيثة، يعني غير قضية الاجتياح للمدن، غير قضية المجازر الإرهابية، غير قضية القتل المبرمج، اتبعوا بعض القضايا اللي يحاولون من خلالها أن ينقلون المعركة من المناطق الساخنة من جبهات القتال، ينقلوها من معركة عسكرية إلى معركة سياسية تحت قبة البرلمان أو في الأبنية أو التمثيل الحكومي. طيب دكتور اسمح لي، يعني أنت تتحدث عن معركة في داخل قبة البرلمان ما بين السياسيين، هذه المعركة أساسا موجودة، يعني نحن لم نشهد يعني بالحكومات السابقة أي تصالح ما بين السياسيين. هو هذا هي هنا القضية المهمة، هنا المحور المهم، يعني كانت هذه السجالات موجودة، كانت هذه المناكفات السياسية موجودة، إلى أين وصلنا؟ وصلنا إلى داعش يحتل ثلث العراق، ووصلنا إلى مجازر رهيبة، ووصلنا إلى أطفال تذبح، ووصلنا إلى نساء تسبى، ووصلنا إلى شباب تحرق، ووصلنا إلى قتل بالآلاف. العزف اللي يعتقد أنه العزف على وتر الطائفية قضية أصبحت ممجوجة، هذا اللحن وهذه النغمة أصبحت غير مستساغة لأبناء الشعب العراقي، سنة كانوا أم شيعة، نسمي الأشياء بمسمياتها ما نخجل. اليوم احنا عندنا مكون سني عزيز، وعندنا مكون شيعي، وعندنا مكون كردي، هذه مكونات الشعب العراقي. صحيح. باعتقادي انه اللي حاول، طبعا بالمناسبه انا اقول سياسيين شيعة عزفوا على وتر الطائفيه، وسياسيين سنه عزفوا على وتر الطائفيه، ما هي النتيجه؟ لا الذين عزفوا من الشيعة استفادوا، ولا الذين عزفوا من السنه استفادوا. للاسف الشديد اللي اريد اقوله، يعني اليوم انا عفوا ما اتهم الاخوه في تحالف القوى الوطنيه والعراقي بانهم يريدون ان ينقلوا المعركه، لا، اقول مجريات الاحداث من شانها ان تنقل المعركه، احنا ما نقول عندنا معركه حقيقيه، يعني في قبه البرلمان مكون عزيز يعلق مشاركته. هذا الكلام يعني مجمل الكلام وخلاصته، احنا اليوم نريد الجميع يشارك، حادث وقع، حادث ارهابي،
طبعا احنا يعز علينا انه اي قطره دم عراقيه من اي مكون صحيح. ان 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 تسقط. هذه قضيه يعني الجميع مؤمن بها، وكتحالف وطني نواب شيعة خلينا نسمي، ما نخجل من هذه التسمية طبيعي. وقفنا، استنكرنا، شجبنا، صحيح الوقفة والاستنكار الشجب لا تكفي، هذا موقفنا. يعني الإخوة الأعزاء في تحالف القوى الوطنية العراقية رتبوا موقف، طيب الصوت وصل، احنا وياكم، احنا وقفنا، احنا عندنا يعني اليوم عندنا مناطق تستهدف بالكامل، يعني مو عندنا، ما اقول احنا الشيعة، لا عندنا العراق، ما نحكي بلسان العراق، مناطق تستهدف، مناطق سواء كانت سنية أو شيعية تستهدف. خلي أحكي عن بعض المناطق في بغداد، عندما تستهدف بعض المناطق بالهاونات أو بالكاتيوشا أو ما إلى ذلك، هل أنه يعني باكر يطلعون النواب من المنطقة الفلانية ويقولون لا والله أنه هذه القضية ننسبها لأن صواريخ انطلقت من منطقة فلانية بها مكون معين، بها أغلبية مكون معين، صحيح. اليوم إحنا يعني نتهم ذلك المكون بأنه ضرب الكاظمية بالهاونات أو ذلك المكون ضرب الشعلة بالكاتيوشا، لا أبدا. اللي أريد أقول اليوم إحنا يعني السياسي العراقي بصراحة من أي مكون كان مدعو أن عندنا وحدة صف وطني، مدعوين جميعا أن نحافظ عليها، أن نرتب عليها أثر، أن نقول للعالم إحنا موحدين. ترى العالم إذا شافنا موحدين يحترم السياسة العراقية، يحترم صحيح. السياسة العراقية ويحترم السياسة العراقي ويحترم الموقف العراقي. اليوم داعش تراهن على هذه التفرقة، مضبوط. العصابات الإرهابية تراهن على شرخ وحدة الصف الوطني، وحاولت من خلال استهداف ثلة، أنا من البصرة، من أبناء البصرة، ثلة علماء من أبناء السنة من خيرة في وقت سابق، صح، يعني اغتالهم قتلهم، وأرادوا أن يبعثوا رسالة بأن الشيعة هم من قتل السنة. بعد وبالمناسبة من اغتيلوا أعرفهم شخصيا، يمثلون خط الاعتدال ويدعون إلى الوحدة ويدعون إلى وحدة الصف الوطني. وأول ما وقعت الحوادث في العصابات الإرهابية وقفوا في البصرة وعقدوا مؤتمر وشجبوا هذه المجازر وتبرؤوا من داعش. وفي يوم اغتيالهم، في يوم اغتيالهم كان عندنا وياهم اجتماع ويا بعضهم ويا ممثلهم في اليوم التالي، على أساس أنه لديهم تحضيرات لمؤتمر لإقامة حفل كبير في ولادة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله في شوارع البصرة. قالوا نريد أن نعطي رسالة بأنه هنا لا يوجد مكون مستهدف، لا يوجد مكون سني مستهدف في البصرة. اغتيل العلماء، صحيح. بعد اغتالوا أو ذبحوا مدنيين أبرياء في الأنبار، وقالوا أن الحشد الشعبي فعل هذا، الحشد الشعبي ذهب إلى الأنبار لكي يقاتل واستهدف شباب من الأنبار سنة وذبحهم، هكذا. هذه رسالة ثانية، فشلت داعش. يعني هذه عمليات، يعني أنتم على يقين أن من يقوم بها هم داعش فقط، يعني لا يوجد يعني أصحاب أجندات خارجية غير داعش. بالتأكيد ترى هي داعش النسخة حاليا، يعني النسخة الأخيرة من 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 أعداء العراق، إجوا بمسميات مختلفة، إجوا بعنوان القاعدة، إجوا بعناوين أخرى، اليوم هي النسخة الأخيرة كلها تحمل نفس الأجندة تقريبا. يعني أبو مصعب الزرقاوي شنو فرقه عن أبو بكر البغدادي؟ يعني هو هذا يقتل وهذا يقتل، هذا عنده أجندة وهذا أجندة، لكن هي الوجوه تتبدل والبرامج تتبدل. فاللي أقول أنه البرامج تبدلت. حاولوا بالفترة الأخيرة، يعني أحد النواب الأعزاء من تحالف القوى الوطنية العراقية يستهدف، هو تستهدف حمايته ويستهدف أقرباءه، ويقع هذا الحادث. وقفنا، استنكرنا، شجبنا. صحيح انه وقع في بغداد، يعني هذا ما قام بهذا الجرم، ايضا ستقول انه تنظيم داعش، ام ستقول ان هنالك ميليشيات سائمه في المحافظه بغدادية من تقوم بهذه العمليات؟ انا بالحقيقه انه ضد تعبير قضيه ميليشيات سائمه وضد هذا التعبير. احنا اليوم يعني نفس الميليشيات التي قتلت زيد الجنابي، نفسها التي تخطف الناس وتاخذ في فديه، لأن اليوم احنا بصراحه هي بالمناسبه هي هاي مفرده الميليشيات هي اللي اججت الوضع. لانه صار كلام، والاخوه في تحالف القوى الوطنية العراقية قدموا بيان، قروا بيان، ووقفنا معهم، وقفنا في نفس البيان، بيان يشجب يستنكر.
لكنه بعد البيان، لكن التحالف طالب بتجريم الميليشيات الموجودة التي نتحدث فيها الآن، نحن لا نتحدث عن الشعبي. لا عفوا أنا يعني خلينا نسمي الأشياء كما هي. نعم. فعندما تحدثوا اليوم إحنا يعني ماكو قضية ميليشيات، يعني إذا نتحدث عن ميليشيات خلينا نقول ميليشيات شيعية، هيك خلينا نسمي الأشياء. لم نقل ميليشيات شيعية. لا عفوا. لأن نحن لا نعرف عناصر هذه الميليشيات، هذه العصابات المتواجدة بالعاصمة بغداد، المتواجدة في ديالى، المتواجدة في بعض المحافظات، يعني اللي تخطف الناس تقتل الناس، يعني شاهدنا الكثير من المواد المصورة. ست أنا حديثي اليوم حديث احتلال، لجرنا هذا الحديث إلى أنه أنا دائما أدعو لنا يعني نروح في اتجاه بحيث أنه هذا الحادث يأخذ نص الحلقة، لا بس نعم. اللي أريد أقوله أنه الحادث واقع. الحادث وقع والحوادث تقع في بغداد، هذا لا يعني أننا نستهين بالحادث، لا نهجب نستنكر، وطالبنا وزارة الدفاع وزارة الداخلية الأجهزة الأمنية بمتابعة المتسببين، الكشف عن هوية المجرمين وتقديمهم إلى العدالة وإنزال أقصى العقوبات بهم. هذه قضية يعني ما بيها مجاملة، اليوم إحنا ما عدنا مجاملة ويا أحد، عدنا قانون علينا أن نتبع، خصوصا أن القضية تقع في بغداد، لكنه الصورة اللي نقلت يعني هكذا بعد أن قرئ البيان قالوا الميليشيات، فهذه الكلمة أثارت حفيرة البعض، صار شجار، صار عفوا مو شجار وإنما صار نوع من الشد الكلامي، هذا أدى إلى اسمح لي يعني نخرج من المجتمع العراقي نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية، أيضا يعني طالبت بتجريم الميليشيات واعتبرت أن الميليشيات وداعش يعني هم وجهان لعملة واحدة مثل ما نقول، يعني كيف تنظر إلى هذا المنظار إذا فعليا هنالك اليوم ميليشيات في العاصمة بغداد، يعني كعصابات، إذا المصطلح الميليشيات أزعجك كعصابات نسميها. في القرآن تعبير جدا لطيف يقول تلك إذا قسمة ضيزى، هذه بصراحة يعني مقارنة غير واقعية ومقارنة ظالمة ومقاربة بعيدة عن الواقع تماما. إحنا اليوم عدما نجرم داعش ونعقد المؤتمرات والعالم ينقلب والدنيا تجي ويقول داعش يشكل خطر كبير على الأمن والسلام العالمي، معروفة جرائم داعش، مجازر داعش، تمددها من دولة لدولة، ما أريد نسطرها، ما أريد نقول سبايكر شنو وقع بيها، ما أريد نقول بيع النساء العراقيات، ما أريد نقول الأطفال اللي ذبحوا، ما نقول الشباب اللي أحرقوا، هذه مجازر رهيبة. العدمان ترى خلي نكون صريحين، إن ما نقول ميليشيات شنو عدنا، وين ميليشيات منين يجوا، هو وين قيني ميليشيات موجودة على أرض الواقع تقاتل، وين الميليشيات غير يعني غير أنه المتتبع للوضع الميداني العسكري، وانا من المتتبعين، وانا ايضا في اذهب الى الجبهات هناك واشوف وضعي، وانا عندي اسماء لفصائل اتهم قوى موجوده على ارض الواقع تقاتل الاصابات الارهابيه تعطي دماءها، وهذه معروفه الفصيل الفلاني، لكنه بما انها قوات شعبيه، قوات حشد شعبي، قوات غير نظاميه، هذا الواقع يفرض. اليوم احنا قوات النظاميه يعني بالقوات النظاميه شفتوا شنو اللي صار، مضبوط، الموصل سقطت في ساعات، صح ولا لا؟ نبقى نباوع يعني، فاجت هذه قوات شعبيه، قوات حشد شعبي. كلمه ميليشيات اذا اطلقت في هذا الوقت كلمه بصراحه باعتقادي، والنبلة مو بس نطلقها في الوقت، نروح نقارنها ويا يعني نقول انه هذا كجانب ويا يعني نقارنها أمريكي. ويا داعش ابدا. انا طبعا قريت في صفحه من الصفحات هذه، يعني الصور العراقي والمتتبع يشوفها مقارنة ظالمة. أكو أخطاء تصير، هذه الأخطاء قد تكون فردية وقد تكون من ضمن العملية بشكل عام كعملية جمعية، عقل جمعي، قضية يعني قضية معركة. اليوم المظاهرة أي مظاهرة تصير يعني تشوفين أنه شعاراتكم مرتبة، اللي ينظمون المظاهرة يحاول أنه يجيب عبارات مرتبة، عبارات قانونية، يطلع فد لافتات حلوة، لكنه ما يأمن الجانب، يطلع واحد يشامر حجار، يطلع واحد يحكي كلمات بذيئة، يطلع صحيح. واحد يكسر الأبنية الحكومية، أحيانا يطلع واحد يطلق نار. فلما تكون قضية قوات شعبية من مختلف المحافظات وأمامها عدو، طبيعي نتوقع أنه تصدر ممارسات خاطئة، وهذه الممارسات شو جبت؟ من أعلى المستويات إلى أدناها، من المرجعية إلى قادة هذه الفصائل أنفسهم، وإلى حتى جميع
اللي يعني المتتبع للموضوع اي حادث ارتكب يحجب، واتصور انه الوثيقه اللي اصدرها المرجع الكبير، اصدرت المرجعيه الرشيده، خير دليل على ذلك، يعني اصدرت وثيقه بتوصيات تشبه التوصيات اللي عهد بها الامام علي عليه السلام الى مالك الاشتر بالضبط تماما، يعني قريبه عليها. هذه قضيه يعني اليوم قضيه الاخطاء يعني مستنكره من الجميع. اما نجي ونقارن، خلينا ناخذ الحوادث اللي وقعت ونقارنها بالمجازر الارهابيه، ومو بس نقارنها بالمجازر الارهابيه، لا خلينا نقارنها بالانتصارات اللي صارت. ليش ما نقارنها بالانتصارات؟ عندنا احنا يعني عندنا عصابات ارهابيه نزلتها، وين كانوا موجودين؟ هاي هنا وين؟ احنا ببغداد، وين كانوا موجودين العصابات الارهابيه؟ هنا هذا مو بعيد علينا، مو بعيد علينا جرف النصر، هاي جرف الصخرة، يعني يعني على يعني كما يعبر اشوار جاره تطيح هناك، موجودين في جنوب بغداد، وانا زرت المكان، موجودين كانوا في اليوسفيه، يمتدون ويلتقون مع 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 العصابات الاخرى الموجوده في الفلوجه وترتكب المجازر. يعني لولا هذه الهمه العاليه ما كنا تخلص معهم، وكانوا موجودين في شمال بغداد، هذه الضابطيه مو بعيده. طيب تتحدث عن انتصارات في جرف الصخر، تتحدث عن انتصارات او بدا عمليات في سامراء، يعني قبل قليل كان لقاء لنا ايضا، يعني يتحدثون عن بدا عمليات كثيره، لكن في نفس الوقت ينتقدون المجتمع الدولي، طيران التحالف الدولي، بانه يقف ضد الحشد الشعبي، القوات العراقيه الى جنب تنظيم داعش. كيف تقيمون هذا الكلام؟ احنا الحقيقه انه من خلال تجربتنا يعني الولايات المتحدة، احنا ذا قلنا التحالف الدولي ترى ينصرف الذهن لامريكا، الولايات المتحدة معروفة تطورها العسكري، تقدم التكنولوجيا، طائراتها الحديثة، المعلومة الاستخباراتية، هاي كلها متوفرة. من البحر الأحمر، حرب 2003، من البحر الأحمر انطلق صاروخ وضرب عندنا بناية اسمها الليث الأبيض بالبصرة، عملية تماما تشبه العملية الجراحية، يعني اجى الصاروخ ضرب بس هذه البناية قعدتها بالمكان، لا البيت اللي منهم بصفها مننا ولا البيت اللي بصفها مننا صار بشيء. استهداف دقيق. استهداف دقيق. منين؟ من البحر الأحمر. اللي أريد أقوله أنه هذا التقدم التكنولوجي، هذه الدقة، هذا التفوق العسكري الهائل، دولة بل دول كبيرة ودول كثيرة أمام عصابات، نعلن ونقول انه والله الحرب ويا داعش راح تطول 6 شهور، الضربات ما اخفيش يعني بصراحه، واحنا الضربات الامريكيه ضربات باهته، يعني لم تكن النتائج بالنتائج المتوقع، مجرد انها ضربات باهته هنالك مساعدات تقدم للتنظيم. اجي على الموضوع، يعني انا صحيح متحمس واريد يعني كانسان عراقي يعز علي انه تكون ارض العراق سواء في الموصل وارض العراق سواء في الانبار أو في تكريت تكون تحت أرجل الغرباء وتكون بأيدي الغرباء، يعز علي كثيرا، أحسبها بالساعات. أنا أستعجل للنصر وأستعجل لطرد هذه العصابات. قد يكون كلامي متحمس وقد يكون ما به تقدير عسكري، لأنه أنا مو عسكري. لكنه بنفس الوقت يعني الخبراء العسكريين يقولون أنه يعني هذه الإمكانات الهائلة أمام عصابات، يعني قياس مع الفوارق. ما نخلص إلى أنه يخلي أكو فد دائرة شكوك. يعني إذا وضعنا مجمل هذه المواقف، مجمل هذه العمليات، مجمل الإجراءات والنتائج، إذا خلينا في دائرة التحليل، ممكن أنه للمحلل أو المتتبع يستخلص نتيجة. الموقف الأمريكي ينتابه أو يشوبه أو يكتنف شيء من الأمور، خصوصا أنه مع بدء الهجمة الإرهابية الشرسة أمريكا ما كانت موقف، تأخرت في إعلان موقفها، تأخرت كثيرا، يعني أكثر من تقريبا شهر أو أقل ما كان موقف واضح. بعد ذلك كانت هناك دعوة لقيادة حملة للتحالف الدولي، يمكن لأن كان أكون عدام، إذا تحدث عن السنة الماضية كان أكون عدام ثقة بين الجانب الأوروبي بين الحكومة السابقة، يعني هذا كان له سبب، هذا طبعا سبب بالتأكيد، يعني لكنه ايضا التحالف الدولي في زمن الحكومه اللي تعنيها، يعني التحالف الدولي تحرك في ذاك الزمن وما انتظر تشكيل الحكومه الجديده، صحيح عول كثيرا على تشكيل الحكومه الجديده، وهكذا عندما راى التحالف الدولي انه يعني
يعني كان ينظر بأنه يعني حكومة السيد رئيس الوزراء السابق يعني هذه الأخطاء وقعت في عهده، فكان نوع من الحساسية تجاهها، لكن باعتقادي أيضا هم موقف مو صحيح. نعم. يعني اليوم عندنا دماء تنزل، صحيح، عندنا معركة مستمرة. طيب لم تجبني يعني أنت، أكمل أنت عبارتي. تفضل. عندنا معاهدة، عندنا اتفاقية أمنية وهي الولايات المتحدة عليها أن تتحرك إذا كان الخطر خارجي، والخطر كان فعلا خارجي. يعني هم داعش منين طلعوا؟ صحيح حواضنهم موجودة بالعراق، لكن هم يعني الشيشاني والما ادري شنو، يعني هذه يعني جاءوا بالملابس الوسخه والقذاره ودنسوا ارض العراق. هذه عصابات ما ندخلهم، ما ندخل الحقيقه. هو هنا تسكب العبارات. يعني احنا يعني للاسف الشديد اقدر اقول اول ما اتهم السياسات الخاطئه، وارجع الى اول سؤال بدنا به الحلقه، هو هذا العزف الاختلافات اللي اريد، العزف على وتر الطائفي هو من ادخلهم. الانقسام بين مكونات الشعب العراقي هو من ادخلهم. المشاكل المتراكمه بين المكونات العراقيه هو من ادخلهم، وساهم في ذلك البناء الهش لقواتنا المسلحه، جيشنا العراقي. يعني جيشنا والحقيقه انه قوه أمنية كانت عبارة عن قضايا يعني هلامية غير حقيقية، وهكذا الأمور ماشية، وما شفنا نفسنا بين يعني إلا في ساعات وتشوف أنه يعني ثلث العراق رايح مجتاح. ما أقول أنه ما كان موجود، لا موجودين، وتم غض النظر. كان يعني كانوا يأخذون الأتاوات بالموصل على مرأى ومسمع من الحكومة المحلية أو من الحكومة المركزية بالموصل، نفس الموصل منطقة، يعني إخواتنا الأعزاء من الموصل يسولفونا، منطقة تعبر يعني جانبي أنصارة، في هذا الجانب موجودة داعش، تروح على البنزين خانات، تروح على المحلات تأخذ أتاوات وبنت أموال ضخمة. يعني أمور كانت مهيئة لهم وساهم في ذلك مواقف. طيب وأيضا اللي أريد أقول ما أنسى هذه، أريد أقول بعض دول الجوار أوجدت ممرات ولداعش فيها مقرات أيضا، يعني تعود وتتهم دول الخليج. الآن راح وقت الاتهام، خلاص غيرت الدول مواقفها. الدول يعني كان لها هذه الدول دخل، لا مو بس هذه القضية. يعني كانوا يصورون بأنه ما وقع في العراق، ما وقع في الموصل هو حرب داخلية، أنه داعش إجوا بلباس أو بشعار الدفاع عن أهل السنة المظلومين، صح ولا لا؟ هذه القضية كان يجب هذا الشعار، وللأسف الشديد هذه قضية مررها الإعلام. هل أنت مع من يتهم أبناء محافظاتنا في المناطق الغربية بأن أهالي هذه المحافظات هم من ساهموا بإدخال داعش، هم يحملون الفكر الداعش، هذه الاتهامات التي نسمعها بين الحين والآخر من بعض السياسيين تجاههم، هل أنت معها؟ أبناء المحافظات سواء في الأنبار أو الموصل لهم وقفات مشرفة ولهم بطولات رائعة، وحالهم حال، أنا تحدثت عن بطولات الحشد الشعبي تماما بنفس البطولات واجهوا، بس ما ننفي وجود حواضن. يعني هم يعني منين اجوا وشلون استقروا إذا ما أكو حواضن؟ أكو حواضن للأسف يعني استقبلت هؤلاء الغرباء، وترى نفسهم. إحنا إذا نحسب عناصر داعش الموجودة، يعني شقد معتهم أجانب، وشقد أكو من الحواضن جايين، وشقد أكو من المغرر بيهم، وعلى أساس نقيس النتائج. صح. أنا يعني اللي أريد أقوله أنه أبناء العشائر العربية الغيورة وقفاتها المشرفة معروفة، عشائر البنمر بالأنبار، وعشائر الجبور في ضلوعية، وهكذا باقي العشائر العربية السنية الغيورة ومواقفها المشرفة، ما تقبل أن تكون نساءها تدنس بأيدي الغرباء، ولا تقبل أن تدنس أراضيها، لكن البعض غرر بهم، غرر بالناس البسطاء، الناس الأبرياء، وخلى حواضن. ولا تنسين ترى هي مو جديدة ولا غريبة، هاي الحواضن كانت موجودة. يعني أنا بال 2004 2005 أجي من البصرة بغداد، أمر على هذه المناطق اللي هي جنوب جسر ديالة، لا يعني فد 20-50 واحد يدخلون المنطقة، يسيطرون بالسلاح، تصبح المنطقة كلها خلينا نسميها داعشية. يعني ما يعني كانت ذاك القاعدة تسمى. إيه يعني في ذاك الوقت نفس الحادث موجود فيه، هكذا حدث. ناس أبرياء إجوا هذول بقوة السلاح، سلاح قوي بالقاذفات بالأسلحة المتطورة، وإجوا على ذكر الأسلحة، من أين يأتون بهذه الأسلحة التي تتحدث فيها؟ داعش استطاعت ما احتلت الأراضي، أصبحت فعلاً يعني لها من شغل، لكن حرب استنزاف، يعني السلاح يقضي، من أين بهذه الزيادة؟ هي طالما أنه
عندها اولا قوات متدربه كانوا بالصحراء وكانوا يستلمون دعم من دول، ما اريد هسه احنا حلقتنا خلي كانوا يستلمون دعم من دول وكونوا قوات. بعد ذلك اوجدوا لهم شعب، نعم، احتلوا ارض وعندهم اموال، سيطروا على عين زاله، سيطروا على منابع نفط، واكو من يشتري النفط معهم. اذا صارت ارض، صار شعب، صار جيش، صار اقتصاد، صار نفط، دولة اكو متكاملة، اكو سلاح. شنو صار؟ ابن دويلة. صارت دويلة. هم من حطوا هذا الاسم ما حطوا اعتباطا، عندهم من يفكر، عندهم ادراجات معينه، واجوا بهذا الشعار. انا اريد اقول هذا الشعار انطلع ترى بالبدايه حتى على الاعلام العربي، على الاعلام العالمي، قالوا المعركه هي معركه داخليه، هي معركه طائفيه داخل العراق، وهذول يعني اجوا بشعار معين. بعدين العالم ادرك، بعدين دول الجوار الكريمه ادركت بانه ترى هذا لا، هذول بعيدين تماما عن حتى عن الشعارات الزائفه اللي اجوا بها، اجوا بشعارات زائفه وهم حتى بعيدين عن هذا الشعار، لان هم ما استهدفوا بس الشيعي ولا استهدفوا بس الكردي، استهدفوا ولا بس الايزيدي، استهدفوا جميع المكونات، واستهدفوا السني، واستهدفوا السني الذي لم يقف معهم. استهدفوا، اكرر العباره وانا اقصدها تماما، استهدفوا ابناء السنه ممن لم يقف معهم. هذه قضايا موثقه، اصبح واضح لدى الجميع بان ترى اليوم هي لا، هي مو قضيه يوم دفاع عن مكون معين. لا، طيب. هذا دكتور حسن، تحدثت عن دول يعني غيرت موقفها فيما بعد تجاه تنظيم داعش. خلينا نتحدث شوي عن الجانب الإيراني، موقفه منذ بداية الأزمة في العراق، قوة إيران نفوذها اليوم على الأرض في العراق، مدى تسليحها للعراق، مدى تسليحها للحشد الشعبي وللقوات المقاتلة على الأرض. إيران دولة داعمة للعراق. إيران عندها مشتركات كثيرة مع العراق. شوفي، الدول تتحرك وفق مصالحها. أمريكا ترى حتى من جهة العراق ما جت لسواد عيون العراقيين، عندها مصالح معينة. إحنا كسياسيين عراقيين علينا أن نعمل توأمة بين مصالحنا وبين مصالح تلك الدول. مصلحة إيران تختلف، مصلحة إيران فوق المصلحة السياسية، فوق المصلحة الاقتصادية، فوق المصلحة الأمنية. إذا أخذنا هذه المفردات الثلاثة، شوف يعني ما أريد أقول أني لأنه إيران شيعة والعراق حكومة شيعية وإيران أنت تدافع عن الشيعة، لا أبدا، أخذيها يعني وإن كان هذا العامل موجود، العامل موجود، هذه قضية لا تنكر. لكنه كحدود مشتركة 1258 كيلومتر، مشتركات اقتصادية كثيرة، تهديد أمني، يعني التهديد الأمني اللي يهدد، يعني عندما تتهدد المدن العراقية أكيد إيران ليس بمنأى عن هذا التهديد. الدول عندما تحركت قالت لا والله اليوم داعش مو بس يهدد العراق، داعش يهدد الأمن والسلام العالمي، وداعش ممكن أنه يفجر سفاراتنا، داعش ممكن أنه يوصل إلى مدننا. وعلى هذا الأساس تحركت 60 دولة وأكثر حفاظا على أمنها. فكيف إيران اللي هي دولة مجاورة للعراق تربطها مشتركات كثيرة، مشتركات اقتصادية، موقع جغرافي، أيضا القضايا الأمنية اللي تأثر عليها وعلى أراضيها، والمشتركات الثقافية وخلينا نسميها، وأيضا المشتركات الدينية والعقادية أيضا موجودة. إذن هي قضية لابد أن يكون لها موقف، من الطبيعي بل من غير الطبيعي أن لا يكون لها موقف. يعني إذا إيران لم تتحرك ولم تساعد ولم تسند، القضية غير طبيعية، إذن هي تكون بليدة أمام. طيب، استخدمت مفردات يعني الحكومة الشيعية، هم جانب شيعي يدعم الشيعة، موقفهم من القتال بالمناطق السنية بأهل السنة العشائر السنية الجانب الإيراني. احنا طبعا انا ما اقول يعني من اقولها مو اثبتها، انا اقول مو دعمت لانه من فقط لانه الشعارات. نعم، واضح. اليوم القتال اين يجري؟ يعني والدفاع عن اي شعب وعن اي مكون؟ اليوم سواء الحشد الشعبي او اليوم اللي من يقاتل في مناطق، احنا وين جاي نقاتل؟ لان قواتنا موجوده، الدافع عن اهل تكريت، الدافع عن اهل الدور، الدافع عن اهل الانبار، لا وعن البغدادي، وان كان يعني موجودين بقله لحد الان، احنا نتمنى انه يكون لهم دور اكبر. هذه يعني الدم العراقي واحد، الدم العراقي مشترك، يعني اينما تسيل الدماء العراقيه علينا كعراقيين ان ننهب. إذا تسأليني عن الموقف الإيراني، إيران بشكل عام تدافع عن العراق بدون النظر إلى هذه الجزئيات. يعني إيران ترى
أنا خليت في خطوط عامة ثلاثة بحكم موقعها، بحكم الدفاع عن مصالحها أيضا. عليها أن 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 تدافع عن أمن العراق وتدافع عن سيادة العراق. طيب. أكو حساسية، أكو حساسية في ما هو الحساسية نريد نتحدث بها من الجانب السني تجاه الإيران، لكن أسمح لي أذهب لفاصل قصير ونعود. أحييكم من جديد مشاهدينا، أحييكم من جديد دكتور. قبل أن نذهب للفاصل يعني كنا نود البدء بالحديث عن الموقف السني تجاه يعني الدعم الإيراني والتواجد الإيراني والنفوذ الإيراني في العراق، كيف تقول؟ أعتقد أنه الموقف إذا أخذناه من ناحية مهنية كدعم عسكري قضية جدا طبيعية، يعني رئيس الوزراء عفوا وزير الدفاع العراقي السيد الدكتور خالد العبيدي يعني معروف من أي مكون هو، صحيح، وله تواصل، له زيارات للجمهورية الإسلامية وله تواصل مع وزير الدفاع الإيراني. قضية تؤخذ من جانب عسكري لوجستي مهني تسليحي، قضية يعني ما أعتقد بهذه الحساسية. يعني إذا أكو حساسية أكو حساسية والجانب الآخر احتمال ويا الجانب الأمريكي أكو حساسية. تبقى القضية إحنا يعني قضية التحسس من وجود هكذا يعني أو من دور إيراني موجودة عند البعض، مو بس عند السنة، ترى حتى عند بعض الشيعة موجودة. أنا قلت هذه القضية يعني حتى بعض الشيعة يتحسس، يعني بعض السياسيين يتحسس أنه عند ما تكون القضية يعني عندما يجي القضية إلى دور إيراني ممكن أن يعتبرها خارق لسيادة العراق التدخل بشؤون العراق، يعني بما أن العراق ما يتدخل بشؤون الدول المجاورة فيرفض هذا التدخل. هو هذا هي هنا قضية، يعني هو هنا الدور الإيراني من أنا اللي هي جار العراق هذا خرق، لكن الدور الأمريكي ودور 60 دولة وتنزل قوات هذا مو خرق. هنا القضية اللي أريد أحكيها، يعني عندما أقول أنه يعني ما يتحسس من دور أمريكي حتى من قوات مثلاً البعض هكذا من دور قوات موجودة على الأرض، دور قوات مارينز تنزل على الأرض وتقاتل، هذا ما يتحسس معتها. أما دور إيراني وإيران جارة إلى العراق وأمنها مهدد بسبب العصابات الإرهابية، يتحسس من دور لإيران في مد بأسلحة أو مجيء طائرات. أنا يعني أذكر قبل حوالي شهر ونص صارت في قضية أنه نقلت الأخبار طارت طائرات مقاتلة إيرانية وإجت إلى مناطق قريبة قصفت أو من قصفت ما معلوم، هي فعلا طارت أو ما طارت ما نعرف، لكنه شوف أنه قامت الدنيا ولم تقعد، الطائرات الإيرانية حلقت في أجواء العراق، اخترقت السيادة العراقية، بينما إحنا لا، في نفس الوقت إيران ليست من ضمن طيران التحالف الدولي. هو من حدد؟ هو العراقي يحدد. إحنا اليوم بحاجة إلى الجميع، يعني عندما نقول أنه طائرات التحالف الدولي إحنا نطالب بأنه تقصف وتجي، إيش معنى يعني؟ إحنا العراق اليوم عليه أن يختار. واحدة من أجمل أو من أذكى الأهداف الموجودة في تنويع مصادر التسليح هو هذا. يعني أنا ما أريد أخلي تسليحي أحادي القطب، ما أخلي تسليحي ولا أخلي مساعدتي بس من أمريكا أبدا، ولا أخليها بس من دولة معينة، ولا أخليها من إيران بس، ولا أخليها من روسيا بس، لا، أنا أشرك الجميع وأخذ دعم من الجميع والجميع يوقف وياي. هذا هو هدف ذكي حتى أحافظ على سيادتي واستقلالي، يعني استقلالية العراق وسيادته قضية مطلوبة، ولذلك يجي التنويع. أنا ما أكون متكئ على جهة واحدة وأحسب على هذه الجهة وأخلي أحد أسفين بين الجهات الأخرى. أرجع إلى الحساسية الموجودة. أينا. اللي أريد أقوله أنه يعني الكثير من أبناء المناطق يعني اليوم إحنا معركة، عندما تكون هذه المعركة موجودة أتصور يعني يطالب بمشاركة إخوان العراقيين من المكون الآخر وياه. لكن المكون الآخر الذي تحدث فيه اليوم العشائر يعني طالبت مرارا وتكرارا الحكومة العراقية بالتسليح، الحكومة تتحدث عن عدم توفر أسلحة، الجانب الإيراني يسلح الحشد الشعبي أو القوات المقاتلة لكن لا وجود لأسلحة للعشائر، فبأي يعني آلية يعني تحارب العشائر داعش؟ للأسف عندنا احنا قضية مهمة، احنا كل حركة ندعو ان تكون مؤطرة بإطار قانوني، قد ننتظر قانون الحرس الوطني والمعركة مستمرة، لا، اللي اريد اقوله الاتجاه اللي موجود ترى عند جميع السياسيين واللي نؤمن به انه اللي شارك بالمعركة بشكل حقيقي وبشكل واقعي واللي قاتل الان واجب على الدولة ان تسلح، من واجب الدولة ان تسلح، من واجب وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وهكذا قواتنا يعني القيادات الأمنية
والمؤسسات الأمنية أن تلعب دور في تسليح هذه العشائر. هذه العشائر أثبتت والآن هي واقفة، هي القاتل، أثبتت ولاءها للوطن للحكومة. طبعا إحنا بس وين الحساسية، وين المشكلة؟ المشكلة أكو تجربة سلبية، أكو يعني مع الصحوات مع الصحوات، هذه التجربة السلبية تركت انطباعها. يعني في زمن الحكومة السابقة تم، يعني أنا ما تحضرني الأرقام، بس بعشرات الآلاف من الأسلحة. بعدين هذه نفس الأسلحة وجهت إلى القوات الأمنية نفسها، بنفس الأسلحة ونفس العتاد وجه إلى القوات الأمنية. لكن اليوم الوضع مختلف على الأرض. ما أحسنت، هذا اللي أريد أقوله. اليوم الوضع اختلف، اليوم العدو آخر. اليوم الإنسان، اليوم العشائر العربية، كان بعض العشائر العربية عندها مشكلة والحكومة، صح ولا لا؟ صحيح، كانت مشكلة موجودة يعني، وأنتم أيضا كانت لديكم مع مشكلة، لأنه يعني نعم. الجميع أجمع أن الحكومة السابقة همشت، اعتقلت، يعني مارست ممارسات بحق المناطق. بالتأكيد هذه إحنا نقولها، أكو ممارسات خاطئة صارت وأكو مشكلة. اليوم لا، أكو مشكلة أكبر، اليوم عدو أكبر، أكو عدو يستهدف الجميع، أكو عدو يستهدف الحكومة ويستهدف العشائر. إذا حتى هو مبدأ عالمي، مبدأ عدو صديقي. حتى إذا عندك مشكلة، يعني حتى إذا العشائر عندها مشكلة ويا الحكومة، الآن بما أن أكو خطر خارجي، أكو عدو مشترك، هذا العداء يزول ويمحى. اللي نعتقده إحنا، هذه العشائر يجب أن تسلح ويجب أن يكون دورها قوي. بأي آلية سيتم تسليحها؟ والحكومة تتحدث عن عدم امتلاكها لأسلحة، يعني هذه العشائر أو الحكومات المحلية ذهبت إلى الجانب الأمريكي لطلب العون، يعني يعني لم يكن هنالك الاستجابة الفورية. الجانب الإيراني يسلح الحشد الشعبي، ما دور العشائر إذن؟ وأنتم اليوم يعني تقون باللائمة على أبناء المحافظات أبداً، لأنهم لا يقاتلون أبداً. من لا أحد يلقي باللائمة، وأنا شخصياً لا أستطيع أن ألقي باللائمة، وحتى باعتقادي اللي يلقي باللائمة أنهم لا يقاتلون مخطئ، لأنه تحت أي ظرف يقاتل، تحت أي ظروف. أسلحة ما موجودة، مناطق محتلة، مناطق تسيطر عليها عصابات إرهابية، اللي يطلع من بيته ويقول أنا ضد يصير ضد هذا العصابة يقتل، نساء تسبى. أنا صح. يعني السيد وزير، يعني ما أريد أسمي الأشياء مسمياته، يذكر لي أحد إخواننا النواب من يعني من المكون السني، بعض العشائر هكذا يقول، يعني البعض اللي يروح إلى صفحة داعش ويا داعش يهجمون على من نفس العشيرة، إخوانه والعمة، لأنهم أجواهم يهجمون على البيت، يقتل، نساء تسبى. هذا الوضع اللي موجود. فإذا هذا إحنا لما نطالب بنطالب إخواننا السنة هناك أن يقاتل، لا، مطالباتنا تكون منطقية واقعية، خلي تتهيئ الأرضية المناسبة وتهيئ السلاح المناسب، يتهيئ العدد المناسب، وحتى الحشد الشعبي ما سلح إيران، الحشد الشعبي اليوم هم أيضا يقاتل بالقاتل بتكريت، يقاتل بالدور، يقاتل ويقدم تضحيات، ويقاتل في الأنبار ويقدم تضحيات. طبيعي، إذا هو يعني، بس اللي أعتقد أنه يجب أن يقاتل، يكون القتال جنبا إلى جنب مع أبناء العشائر. وعندنا تجربتنا جميلة في الضلوعية. نعم. أنا يعني عندي أصدقاء وعندنا ناس اللي موجودين في الضلوعية من الحشد الشعبي، يذكرنا قصص عن بطولات هذه المنطقة، ويقاتلون سوية ويقدمون شهداء وتضحيات أكثر من الحشد الشعبي. قدموا، صارت يعني، فهي ويعرفون مناطقهم. أكو بس قضية أنه إحنا نقول أهل مكة أدرى بشعابها، أبناء المناطق أعرف مناطقهم. نعم. يعرفوني بهذا، هذا 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 بيا بيت يروح بيا شارع، لكنه اللي يجي من غير محافظة يقاتل بشكل عام، ما يعرف تضاريس الأرض، ما يعرف التركيبة السكانية، ما يعرف أسماء الشوارع، ما حافظ حتى أسماء المناطق. نعم. إذن هو يقاتل بقتال تقليدي، بينما ابن المنطقة لا، يقاتل بنفس الطريقة اللي اجت بها العصابات. طيب اليوم الحشد الشعبي يقاتل ويحرر، ما بعد الحشد الشعبي من يمسك الأرض؟ مو بس الحشد الشعبي أكر، مو بس الحشد الشعبي، والقوات الأمنية. لا تحسبينها علينا، الحشد الشعبي، القوات الأمنية. لا، لم تفهم سؤالي، لو كنت فهمت سؤالك كيف ما جاوبتي. العشائر العربية. نعم، لا أفهم عليك، لا أنا أقصد بعد التحرير الحشد الشعبي ينسحب من المناطق، من يمسك بالأرض؟ يعني وإن مسكت العشائر، العشائر لا تملك سلاح. بالتأكيد احنا طبعا عبرنا في قضية مهمة، ان شلون يتم التسليح. احنا عندنا قانون الحرس الوطني، قانون لحد الان. كيف تنظرون لموضوع الحرس الوطني؟ يعني سيستطيعون تمرير هذا القانون؟ هذا القانون اللي ينظم حركة الحشد الشعبي والعشائر العربية، ينظم الحركة العسكرية تحت اطار قانوني محكم منظم تابع للدولة تحت مظلة الدولة. لماذا أكو اعتراضات يعني حول هذا القانون من البعض؟ آلية يعني بعض الفقرات اللي اجت به، أكو اختلاف في وجهات النظر، أكو اتفاق
من حيث المبدأ على أن يمرر هذا القانون. وهو أيضا من أهم البرامج اللي أعلنت عنها الحكومة في برنامجها الحكومي، وباعتقادي أهم إطار يأطر ويرشد معالجة ما بعد داعش. احنا نحتاج، عفوا مو بس ما بعد داعش، لا حتى قبل طرد داعش، احنا اليوم نحتاج ان ندرب قواتنا، نجعل الحشد الشعبي، نجعل العشائر العربيه تقاتل تحت اطار الدوله، الحرس تحت مظله الدوله. الوطني سيكون بديل عن الجيش العراقي دكتور؟ ابدا. الجيش العراقي وايضا الشرطه العراقيه، هذه القوات النظاميه المدربه اللي لها وزارات، هذه مؤسسات متكاملة، مؤسسات رصينة، يعني موجودة في الأصل وعدها قوامها ولها إطارها الخاص ومهامها. الحرس الوطني يعطينا قوة محلية إضافية، يعني هو درس مستخلص وعبرة مأخوذة من سقوط مدينة الموصل في غضون ساعات، وعبرة مأخوذة من السيطرة على الأنبار، بل 80% من مساحة الأنبار تحت سيطرة العصابات، وعبرة مأخوذة من السيطرة على بعض مناطق صلاح الدين. نحتاج إلى تشكيل قوى محلية في كل محافظة تكون حدود عملها في تلك المحافظة، وقوة ساندة للجيش. وأيضا أيضا أضيف عبارة، يعني الجيش اللي، وأنا ما يعني هذا مو معناه أتهم أو أتجم على الجيش، لكن الجيش اللي انسحب أمام عصابات إرهابية يحتاج إلى قوة رديفة تقاتل بطريقة أخرى. اليوم عصابات داعش ما إجت، ما قصفت المدفعية وجت اجتياح، لا، إجت بطريقة حرب العصابات. إذا نحتاج إلى قوة مجابهة تقاتل بنفس السلاح وتقاتل بنفس العقيدة بس بطريقة مغايرة. هاي إجت، هم إجوا بعقيدة خاطئة، بعقيدة فاسدة، نحتاج أن نجابهم بعقيدة وطنية، بعقيدة وطنية خالصة. هذا الجيش العراقي الذي كون بعد 2003 على يعني عدم المبدئية، عدم يعني العقيدة بالوطن، حب الوطن، الثبات، هذا الجيش مهدد، شبه مهدم اليوم. كيف سيتم إعادة تأهيل الجيش العراقي في وقت تتحدث فيه عن كل الاهتمام يذهب للتسليح ولتدريب الحرس الوطني؟ كان شبه مهدم بالأمس، لكنه اليوم الجيش العراقي أصبح أكثر قوة وأصبح أكثر انتظام، وباعتقادي أنه الآن يبنى بطريقة صحيحة. الإجراءات والتغييرات يعني البرامج المتبعة في العهد في العهد الجديد من قبل وزير الدفاع وزير الداخلية، لا تنسي ما كان عندنا لا وزير دفاع ولا وزير داخلية، كلها بالوكالة. اليوم أصبحت مؤسسات متكاملة، قيادات واضحة. اليوم بدأ يعني الحقيقة بدأ الجيش ينهض من الكبوة. ترى المقاتل العراقي مقاتل شرس، معروف يعني بشجاعته، وحتى يعني الضباط العراقيين يعني يحملون الروح العسكرية المهنية اللي ما يقبل أن يقال عنه خسر في المعركة أو انسحب أو انهزم أمام عدو وأمام عصابات، أبدا ما يقبل الضابط العراقي على نفسه. هذه الروح كانت مغيبة تحت وطأة الفساد الإداري اللي كان مستشري بشكل فظيع في المؤسسات الأمنية ومنها الجيش، تحت وطأة التبرع بنصف الراتب إلى الضابط وأخذ أموال طائلة وترك الجبهة فارغة. جميع هذه الأمور كانت موجودة. طب إذا ما تم الاستعانة بخبرات قادة الجيش العراقي قبل 2003، ستكونون مع هذه الفكرة أم ستقفون بالضد؟ باعتقادي جميع خبرات الدنيا إذا جبناها للجيش العراقي، إذا ما نسلح بالروح الوطنية وبروح الولاء للوطن أبدا. جيبي خبرات كل الدنيا، خبرات أمريكية، خبرات روسية، خبرات صربية، خلينا نجيبها ونخليها، لكن ضرورية أساسية، لكنه القضية الأهم أن يتسلح بالروح الوطنية وينظر إلى التراب العراقي، سواء كان هذا التراب في الأنبار أو في الموصل أو في البصرة أو في أي أو في كربلاء، ينظر بأنه تراب واحد. هذه العقيدة اللي يجب أن يبنى عليها الجيش العراقي، يجب أن نبني مؤسستنا بهذا الشكل حتى نخلق جيش قادر. الحرس الوطني وبناء الحرس الوطني كإطار قانوني يستوعب نواته اللي هي الحشد الشعبي ومعه العشائر العربية، هذه قضية مرحلية نحتاجها في ظروف معركة حالية وما بعد المعركة، لأنه لا يؤمن حتى إذا طردت العصابات الإرهابية من المناطق التي تستولي عليها حاليا، ما عندنا فد مقياسي يقول لنا أنه ما بعد داعش شنو اللي راح يصير، هل
يعني نأمن انه ما يتولد عندنا، تجي نسخه جديده يعني. نسخه جديده وهي كانت العصابه الارهابيه، كان الزرقاوي، كانت القاعده، وجد داعش، نسخ متكرره بشعار جديد وبأوجه جديده وبلحاه جديده. اليوم احنا علينا ان ننظر مثل ما ننظر نظره للمعركه الحاليه، ننظر نظره مستقبليه ايضا. ولذلك يجب علينا ان ناخذ اطار مرحلي اللي هو الحرس الوطني، قوى من نفس المحافظه مسؤوله عن حمايه المنشات الحيويه، المسؤوله عن ارواح الناس تحت اطار الدوله في محافظاتها ومن ابناء تلك المحافظات، وتكون قوه قادره على مسانده القوات النظاميه متمثله بالجيش او بالشرطه. طيب تحدث شوي عن حقوق الانسان. يعني اليوم نشوف بعض العناصر، اذا كان بالشرطه، اذا كان بالحشد الشعبي، اذا كان بالجيش، يعتدي بالضرب، السب، الشتم على المواطن العراقي. شلون نشوف تعامل اليوم يعني القوات الامنيه بكل اصنافها مع المواطن العراقي من اي مذهب كان؟ لا نحدد مذهب سني او شيء، مواطن عراقي. لا طبعا، هو هذا حديثنا يجب ان يكون بهذا الاتجاه. ترى الاخطاء اللي يرتكبها الجيش، اكو اخطاء صارت يعني بالمناطق السنية، صارت أخطاء مثل ما صارت بالمناطق الشيعية بالمناسبة. ترى صار يعني هسه أكو تفاوت معين. هي واحدة من الممارسات اللي ولدت شرخ كبير، اللي ولدت عداء لتلك المناطق للجيش العراقي. عادة معروف الإنسان العراقي يحب وطنه، يحب جيشه، يحب أرضه، يحب ممتلكاته، يدافع عنها. لكن هذا الحب تحول مسح، بعد ذلك تحول الى بغض، ثم تحول الى عداء، ثم تحول الى مهاجمه. مضبوط. هذه القضيه اليوم احنا لا نعيش تجربه اخرى، اللي نعتقد انه الممارسات الخاطئه يشار لها بالبنان وتؤشر ويحاسب مرتكبوها من اي مكون كان. يعني السجون العراقيه اليوم كيف تنظر لمعامله السجين العراقي في داخل السجن؟ أنا يعني قبل ما أجي المجلس النواب ولا زلت عندي مؤسسة مجتمع مدني، منظمة خاصة، أول مؤسسة بالعراق تناهض العنف والتعذيب، مرتبطة بمؤسسة أوروبية يعني تدافع وتجرم التعذيب. التعذيب طبعا واحدة من القضايا اللي يجرمها العالم. كل دولة تصير بها أحداث مثل العراق نتوقع بها ممارسات خاطئة، طالما هي القضية قضية حرب مستعرة، حرب داخلية، حرب موجودة، حرب مع الإرهاب موجودة، يعني نتوقع تصير ممارسات خاطئة. بس هذا يعني ما يبرئ مرتكبيها. إحنا عندنا يعني قانون نتحرك على أساسه. يعني تصير اعتقالات بطريقة أحيانا بطريقة مو صحيحة، تحدث هذه اعتقالات عشوائية نتوقع أن تكون موجودة، لكنه في الغالب هناك يعني قاعدة درء الخطر بالخطر، وهذا مو صحيح، لكنه المجرم هو الذي يجب أن يعاقب، المجرم هو الذي يجب أن يدح في السجن. وهذه القضية أعتقد أنه إذا أشر على بعض الممارسات الخاطئة اللي الآن هي قد تكون موجودة، فعندنا دليل ممكن الرجوع له ووثيقة أعبر عنها بوثيقة يجب أن تكون أن تودع في 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 لائحة حقوق الإنسان، وثيقة التوصيات اللي أصدرتها المرجعية الرشيدة إلى جميع أبناء القوات الأمنية ومنهم الحشد الشعبي، في الإشارات الواضحة إلى الابتعاد عن الأخطاء والابتعاد قدر الإمكان عن أن يتسبب أذى للناس الأبرياء. هذه قضية موجودة ومتفق عليها، لكنه هذا لا يعني أنه عدم وجود ناس يعني قد يكونوا أبرياء في السجون. هذه قضية موجودة، وهذا لا يعفي المجرمين من ان يعاقبوا. يعني انا المجرم اللي، لكن ليس بالتعذيب، لا، انا المجرم اللي يفجر ويقول انا فجرت وقتل لي 50 واحد، شنو امسى عليه بكلينكس؟ يعني شو اسوي له؟ يعني ما ممكن، يعني انتظره اقول لائحه حقوق الانسان تمنعني انه، لا والله، هذا مجرم. يعني هو القصاص حتى بالقران، يعني يعني اللي يقتل نفس واحده يعني كانما قتل الناس جميعا، فكيف اللي يوقف؟ هو يفتخر، هو يفتخر يقول انا ملخت الناس الفلانيين، انا ملختهم، انا قتلتهم، انا فجرت. هذا هو يقولها. يعني انا اروح، يعني كنا عقوب تاكيد بالتاكيد راح تكون الاعدام، لا ما يقعد هذا ما انتظر 5-6 سنين يتعذب، هذا ما انتظر اروح اطبق عليه مبادئ حقوق الانسان. لا والله، هسه
قد لكن قد بالوجه الآخر, الآخر هنالك كثير من المسجونين اليوم في السجون العراقية, أنتم متأكدين من براءتهم؟ يعني هناك اعتقالات عشوائية تمارس عليهم بحجة أربع إرهاب وغير أربع إرهاب. والحقيقة وزارة العدل يعني يمكن أعلنت عن أرقام بالآلاف عن قضايا كانت غير محسومة. صحيح لسنوات. يعني خلي يعني من كانت عفوا من كانت المشكلة موجودة في الأنبار, وبالنسبة لي يعني مخيمات المتظاهرين اللي صارت كان صار لقاء بين العشائر, يعني عشائر شيعية رؤساء عشائر شيعية ذهبوا والتقوا بعشائر سنية, وهكذا بنفس رؤساء عشائر سنية جوا والتقوا بعشائر شيعية ذكروا هكذا قالوا هذه الممارسات هكذا قالوا هذه الممارسات الخاطئة ترى مو بس علينا مو بس على السنة على الطرفين واحنا عندنا يعني احكي ليش عندنا ناس بالناصرية بالبصرة بالعمارة حتى نذكر المرجع الصرف الحسن يعني اللي صار وياها من انا ما اريد اذكر اسماء ما اريد اذكر اسماء معينة لكنه القضية تصير بدون يعني بدون مسميات وبدون اسماء تصير يعني تجي اخباريات يعني مو صحيحة وتشوف وعندنا ترى انا باعتقاد النظام القضائي يحتاج إلى إعادة نظر لأنه تبقى قضايا معطلة على شنو؟ والله مرات اشتباه بالاسم اسم ثلاثي مطابق لاسم ثلاثي وتشوفين تشتغل التليفونات دكتور رحم الله والديك فلان رحم الله والديك هذا يعني هذا راح يروح يبقى أسبوع أسبوعين بعدين لا والله تأكد لا ومرات لا يبقى أكثر ويصير ابتزاز يعني فأنا ما يعني ما ننكر وجود ممارسات خاطئة طيب. ونظام القضاء يحتاج إلى مراجعة. لأن لم يبقى لدي من الوقت الكثير باختصار شديد كيف تنظر إلى يعني السياسة المستقبلية للعراق في ظل يعني انقطاع قوى سنية أو شيعية عن جلسات مجلس النواب أزمات واحدة تلو الأخرى كيف تجد العراق المستقبلي؟ إحنا عندنا تجربة يجب أن نكررها والحقيقة اليوم تعليق الإخوة في تحالف الوطنية والعراقية تحالف الكل الوطنية العراقية يعز علينا كثيرا اللي نتأمل أنه ما تتوسع الهوة رجوع قوى التحالف إلى المشاركة في جلسات مجلس النواب الحقيقة هو إعادة للحمة الصف الوطني وأيضا تخويت للفرصة على الأعداء إذا رجعنا لجو الانسجام البعض يسميه شهر العسل السياسي هو أشهر صار مو شهر واحد ممكن أن يستمر هذا الشهر يعني المؤمل أن يستمر إذا استمر هذا الانسجام وهذا التوافق فالعراق إلى خير إن شاء الله إذا لا بقت هذه المناكفات موجودة بقى هذا الانقطاع إذا توسع لا الوضع يعني ينبئ وينذر بالخطر لكنه ما أعتقده كسياسي الإخوة إن شاء الله سيعودون ويمارسون اجتماعاتهم مشاركاتهم في الجلسات والبعض اليوم موجود شفته بالجلسة وهذا الشيء يعني يثلج الصدر بادرة إيجابية وإن شاء الله هكذا يعني اليوم محتاجين أن نجلس جنبا إلى جنب وأن نشارك جميعنا في بناء العراق. الدكتور حسن خلاط النائب عن كتلة المواطن كنت ضيفي في برنامج الشارع العراقي شكرا جزيلا لك. شكرا لكم وحياكم الله وإن شاء الله نلتقي والعراق في أمن وأمان والعراق في وضع مزدهر إن شاء الله. إن شاء الله مشاهدينا بهذا وصلنا معكم إلى الختام تقبلوا تحياتي لكم أنا محدثتكم سحر عباد جميل دمتم في أمان الله.